ضربة خاطفة ترنحت على إثرها الأحزاب التونسية الكبيرة والطبقة السياسية التي برزت بعد الربيع العربي، بعد إعلان الهيئة المستقلة للانتخابات في تونس وصول المرشح المستقل قيس سعيد بالمرتبة الأولى، يليه المرشح الموقوف نبيل القروي إلى جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة في البلاد. أستاذ القانون المستقل قيس سعيد لا ينتمي إلى حركة سياسية أو لديه حزب كبير، ولم يدخل الانتخابات مدفوعا من جهة أو أنه شاغل مناصب سياسية. إن كان هناك حزب فهو حزب الشعب التونسي، ولكن بدون تأشيرة من وزارة الداخلية. يعني ليس هناك حزب، ليس تنظيما حزبيا. يعني اليوم يعني دخلنا هذه الانتخابات انطلاقا من الشعور العميق بالمسؤولية. أما مرشح جولة الإعادة الثاني الإعلامي الموقوف نبيل القروي فهو الآخر لم يكن ضمن المناصب السياسية والقيادات الحكومية الكبيرة التي خاضت الانتخابات، وسيكون وضعه الدستوري محل أخذ ورد بسبب توقيفه رهن قضية مالية وتهرب ضريبي، فيما طلبت حملته إطلاق سراحه مكررة الوعود ببناء دولة ديمقراطية بعيدة عن التشفي. أن تكون حملتنا التشريعية والحملة الرئاسية موجهة بالأساس إلى المواطنين لتقديم برامجنا وتوضيح رؤيتنا المستقبلية لتونس دون المساس بأي شخص كان، كما نتعهد أننا نعمل بالأساس على بناء دولة ديمقراطية بعيدة عن منطق الانتقام والتشفي وبعيدة عن منطق التشويه والمغالطات. ويرى متابعون أن هذه النتائج عكست رفض الشارع التونسي للطبقة السياسية في البلاد، وأن الناخبين التونسيين صوتوا للمرشحين اللذين قاما بحملة انتخابية ضد النخب السياسية وسط واقع اقتصادي متردد وتدهور متواصل للخدمات العامة.